السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي علمي وأدبي. إن شاء الله النهاردة هناخد درس نهاية اللانهاية، ده يعتبر للأدبي آخر درس، للعلمي كده أنت في نص المنهج حضرتك. الدرس ده كنت شرحه قبل كده بالتفصيل في الفيديو ده. هي دي جبريل. في خمسة تحت، اتبقى اتنين تحت. هنعوض يا أستاذ مكان السين بما لا نهاية، تعويض مباشر مفيش مقام. هسيب لك رابط الفيديو في الوصف وفي أول تعليق. هدفنا النهاردة إن شاء الله إن احنا نحل أسئلة اختر من كتاب المعاصر اللي جت على الدرس ده. بس قبل ما نحل الأسئلة تعالى فكرك بأساسيات الدرس كانت إيه. أول ما ابتدينا النهايات قلنا في كميات معينة وفي كميات غير معينة. قلنا من الكميات الغير معينة هم كانوا سبعة، ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معينة، وقلنا كمان ما لا نهاية في صفر، وقلنا كمان ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وقلنا واحد أس ما لا نهاية. الكميات دي كلها غير معينة. خلي بال الناس، ما لا نهاية زائد ما لا نهاية ما لا نهاية زائد ما لا نهاية دي بما لا نهاية، وما لا نهاية لو ضربتها في عدد بس ما يكونش العدد ده صفر هتدي لك ما لا نهاية، وما لا نهاية أس عدد حقيقي سالب، ما لا نهاية أس عدد حقيقي سالب دي بتساوي صفر. ليه؟ لأن يا أستاذ سين أس عدد حقيقي سالب دي بنقلبها، ولو بدلنا السين وحطينا ما لا نهاية واحد على ما لا نهاية بصفر. دول كانت أساسيات الما لا نهاية أو خواصها. اسمة ما لا نهاية كمية غير معينة، ما لا نهاية في صفر كمية غير معينة، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية غير معينة، واحد أس ما لا نهاية كمية غير معينة. لو جينا نجمع ما لا نهاية ينفع؟ ينفع. لو جينا ضربناها في عدد ينفع؟ ينفع، وهيكون الناتج ما لا نهاية. ما لا نهاية ادنا لها أس سالب؟ لا، ادت لها أس سالب. الأس السالب معناه انه بيقلب اللي تحته. هتيجي تعوض واحد على ما لا نهاية دي بصفر. ليه يا أستاذ؟ معايا جنيه عايز أقسمه على عدد لا نهائي من الناس، أكيد كل واحد هيبقى محصلته في الآخر مش مكملة حاجة، فبيقربوها للصفر لأن النهاية هي الاقتراب. كان يا أستاذ لنواتج الأسئلة تلات نواتج. لو كان معايا نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، سين زائد واحد على سين ناقص واحد مثلا، قالك لو رتبة البسط، رتبة أكبر سين في البسط، رتبة أكبر سين في البسط بتساوي رتبة أكبر سين في المقام، قالك الناتج هنا عدد، هيكون فيه عدد للناتج. ولو كان أكبر سين في البسط مثلا سين أس 2 واللي في المقام أقل منها، في الحالة دي قال لك الناتج ما لا نهاية. لو أكبر سين، يعني لو في كذا سين أكبر سين في البسط، تشوف أسها، هل الأس بتاعها أكبر من أكبر سين في المقام؟ أيوة، يبقى الناتج ما لا نهاية. ولو كان أكبر سين في المقام مفيش في البسط قدها، كله أقل منها، في الحالة دي الناتج بصفر. ليه يا أستاذ كان الناتج بصفر؟ وليه كان الناتج بما لا نهاية؟ وليه كان الناتج بعدد؟ لأن أساس الدرس ده كنا بنشوف أكبر سين في المقام نقسم السؤال عليها. أكبر سين هنا سين، فكنا بنقسم على سين. يبقى سين عسين زائد واحد عسين على
سين عسين ناقص واحد عسين. سين عسين فعل واحد، واحد على ما لا نهاية. خلي بالك انت بتختصر الاول، ما تجيش تعوض، ما تقوليش ما لا نهاية على ما لا نهاية دي كمية غير معينة، لا بسط. تعال نبسط السؤال الاول، هتكون نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، واحد زائد واحد عسين على واحد ناقص واحد عسين، واحد زائد واحد عمالة نهاية على واحد ناقص واحد عمالة نهاية، دول بصفر يبقى الناتج واحد. طب وهنا برضو بقسم على أكبر سين في المقام، ماليش دعوة أكبر سين دي فين، أنا بقسم على أكبر سين من المقام. فقلنا له هي السين، يبقى سين أس 2 عسين زائد واحد على سين على سين عسين ناقص واحد. لو بسطنا هيكون الناتج سين زائد صفر على واحد ناقص صفر، لأننا قسمنا على سين. لو عوضنا هيطلع ما لا نهاية على واحد بما لا نهاية. طب هنا نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، سين عسين تربيع زائد واحد عسين تربيع على سين تربيع عسين تربيع زائد واحد عسين تربيع. الناتج طلع واحد عسين زائد واحد عسين تربيع على واحد زائد واحد عسين تربيع. لو عوضنا صفر 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 يبقى الناتج صفر على واحد بصفر. دول كانوا التلات نواتج الأشهر. وقعدنا نتكلم بعد كده في الأفكار وقلنا ممكن يكون في ضرب قوسين، ممكن يكون في جذر. كل ده هتلاقيه في الفيديو المشروح اللي سايب لك اللينك بتاعه. هدفنا ان شاء الله النهاردة ان احنا نحل تمارين اخطر. تعال نشوف تمارين اخطر. نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، سين تربيع زائد خمسة على ستة. بمنتهى البساطة يا استاذ، اول ما بنجيلي اي مسألة بعوض تعويض مباشر. ما لا نهاية اس اي حاجة بما لا نهاية زائد خمسة على ستة، يطلع الناتج ما لا نهاية، لاننا متفقين ما لا نهاية زائد رقم هي ما لا نهاية، ع رقم هي ما لا نهاية. نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، جذر سين ناقص 3 على سين. قلنا له يا أستاذ بنحدد أكبر سين من المقام ونقسم السؤال عليها. يبقى جذر سين على السين ناقص 3 على السين على السين على السين. بقت نهاية سين تقترب من ما لا نهاية. في حالة القسمة بنطرح الأسس. هنا يا أستاذ بقت واحد على جذر سين، مش فاهم تاني حضرتك. احنا بصينا للسؤال قلنا أكبر سين في المقام هي سين، فقسمنا كله عسين. السين دي تعتبر أسها نص. في حالة القسمة بطرح نص ناقص واحد بسالب نص، يعني هينزل تحت، ناقص تلاتة عسين على واحد. تعال نعوض مكان السين بما لا نهاية، واحد عمالة نهاية ناقص تلاتة عمالة نهاية على واحد، طلعت صفر على واحد بصفر. وفي ناس تانية بسط للسؤال قالت ده اختر يا أستاذ، ده رتبة البسط أقل من رتبة المقام. في حالة لما تكون أكبر سين تحت ما فيش زيها فوق، كل اللي فوق أقل منها، يبقى الناتج بصفر مباشر. انت قايل لنا كده من شوية. السؤال الثالث، نهاية سين تقترب من ما لا نهاية، 3 سين أس سالب 5 زائد 4 سين أس سالب 2 زائد 5. اتفقنا يا أستاذ إن ما لا نهاية لو كان أسها سالب، يعني لو جينا عوضنا تعويض مباشر وقلنا له إن ما لا نهاية هنا أسها سالب، دي معناها إنها بصفر مباشر. لسه قايلينها دلوقتي، لو ما لا نهاية أسها سالب معناها إن هي بصفر. ليه؟ أفكرك، الأس السالب على التلاتة ولا على السين؟ يا أستاذ ده على السين، يبقى التلاتة تفضل والسين تنزل. كمثل هنا أربعة على سين أس اتنين زائد خمسة، تمام. تعال نبدل السين ونحط ما لا نهاية، تلاتة على ما لا نهاية زائد أربعة على ما لا نهاية زائد خمسة، دي بكام؟ بصفر. ودي بكام؟ بصفر. ودي بكام؟ بخمسة. يبقى الناتج كله خمسة. السؤال أربعة، بيتحل إزاي؟ جينا يا أستاذ قلنا له أكبر سين في المقام هي سين، تمام.
بس كانت جوه الجذر التربيع، ما هو الجذر على كله، يبقى نقسم فوق عسين وتحت عسين، نهاية سين تقترب من المالة نهاية. دي فضلت زي ما هي، زائد اتنين على اربعة ناقص واحد عسين. اي حاجة مقسومة على مالة نهاية بكام؟ بصفر. تلاتة على مالة نهاية دي بصفر، زائد اتنين على اربعة ناقص صفر، يبقى الناتج جذر نص اللي هو واحد على جذر اتنين. نهاية سين تقترب من المالة نهاية سين أس تلاتة زائد خمسة على سين في اتنين سين تربيع زائد تلاتة. قلنا يا باشمهندسين لازم نصفي، مش السين دي أقدر أضربها؟ أقدر أضربها، قص ما فيش عليه قص خلاص. سين تقترب من المالة نهاية سين تكعيب زائد خمسة على اتنين سين تكعيب زائد تلاتة سين. الناس اللي كانت بتحب تطلع الناتج بمجرد النظر أول ما يبصلها كده، أكبر سين في المقام سين أس تلاتة قدامها كام؟ اتنين، ودي سين أس تلاتة قدامها كام؟ واحد، يبقى الناتج واحد على اتنين. كنا بنمسك أكبر سين في المقام نقسم عليها، سين تكعيب على سين تكعيب ما باخدش المعامل أنا باخد السين، وهنا خمسة على سين تكعيب على اتنين سين تكعيب على سين تكعيب زائد تلاتة سين على سين تكعيب. نبسط، واحد زائد خمسة على ما لا نهاية، وهنا اتنين زائد تلاتة على ما لا نهاية برضو، أنا سايب السين عشان ما شلتش النهاية، يبقى واحد زائد خمسة على ما لا نهاية على اتنين زائد تلاتة على ما لا نهاية، يطلع واحد زائد صفر على اتنين زائد صفر بواحد على اتنين. السؤال ستة، فكرة حله يا أستاذ إن في أس سالب، لازم تقول معناه إيه؟ ما تقولش أكبر سين تحت أقسم عليها، في أس سالب قول له معناه إيه؟ يبقى السين أس سالب اتنين هي واحد على سين أس اتنين، ودي تلاتة على سين أس اتنين زائد واحد. أنا قلت ده معناه إيه وده معناه إيه؟ بصينا لقينا لو عوضنا تعويض مباشر، خمسة زائد واحد عمالة نهاية، تلاتة عمالة نهاية زائد واحد، ده طلعناها ناتج، يبقى النتيجة بخمسة. ليه؟ لأن أي عدد عمالة نهاية بصفر، ده بصفر وده بصفر، يبقى الناتج خمسة على واحد يعني خمسة. نهاية سين تقترب من المالة نهاية اتناشر أس واحد على سين على سين زائد سبعة. قلنا له يا أستاذ لو عوضنا تعويض مباشر هتكون 12 أس واحد على ما لا نهاية على ما لا نهاية زائد سبعة. واحد على ما لا نهاية ده بصفر، 12 أس صفر بواحد، وما لا نهاية زائد أي عدد بما لا نهاية، يبقى النتيجة كلها طلعت بتساوي صفر. السؤال 8، نهاية س تقترب من المالا نهاية كاف أس واحد على سين على التلاتة حيث كاف ثابت. قلنا له يا أستاذ هنعوض تعويض مباشر، كاف دي عدد ثابت لا يساوي صفر، ودي واحد عمالة نهاية وهنا تلاتة، عدد أس صفر ده بواحد، جه منين الصفر؟ ما دي كده بصفر، واحد عمالة نهاية بصفر، يبقى كاف أس صفر بواحد على تلاتة، يبقى الإجابة واحد على تلاتة. أ بيساوي كام؟ جينا قلنا له يا أستاذ في ناس بتحب تطلع الناتج بمجرد النظر، أكبر سين في المقام سين في زيها فوق في زيها، يبقى الناتج أ على الاتنين، المعامل الرقم اللي قدام دي على الرقم اللي قدام دي بيساوي أربعة، وسطين في طرفين أ طلع بتمانية. وفي ناس لأ كانت بتحب تحل بالتفصيل، مسكم كل حد أسموه على سين، أ سين على سين زائد ستة على سين على اتنين سين على سين ناقص سبعة على سين بتساوي أربعة، بقت نهاية سين تقترب من المالا نهاية أ زائد ستة على سين على اتنين ناقص سبعة سين. لو بدلنا كل سين وحطينا مالا نهاية يبقى الناتج أ على اتنين كان بأربعة، وسطين في طرفين الألف بتمانية. نهاية سين تقترب من المالا نهاية سين أس نون بتساوي صفر. هو امتى الناتج بيكون بصفر يا شباب؟ لما تكون يا أستاذ واحد على سين،
مش احنا بنبدل السين ونحط ما لا نهاية؟ ما هو واحد عمل نهاية ده بصفر، المفروض ان السين تكون في المقام. طب الأس ايه اللي بيقلب سين يخليها في المقام؟ الأس السالب يا أستاذ. يبقى معنى كده ان نون تنتمي للحقيقية السالبة. الناس اللي مش فاهمة كان مديني اختيارات يا أستاذ، قال أعداد طبيعية جرب كده حط الواحد بقت سين أس واحد، أعداد صحيحة خد الواحد برضو سين أس واحد، أعداد حقيقية موجبة خدنا الواحد برضو سين أس واحد، أعداد حقيقية سالبة خدنا سالب واحد بقت واحد ع سين. هو ده الكلام الصحيح. السؤال ده يا باشمهندسين ده كان من أفكار الدرس وحلينا عليه بالتفصيل أمثلة في شرح الدرس. كنا بنقول أكبر سين في المقام هي جذر سين. طب ما أكبر سين في البسط هي جذر سين، لأن دي تعتبر جذر 4 سين، ودي الجذر الرابع لسين، ودي الجذر الثامن لسين. ليه؟ تخيل يا باشمهندس إن دي عليها جذر، بقت دي جذر 4 سين، بقت زي دي. طب دي عليها جذرين، يبقى جذر جذر، كل جذر معناه قيمته بنص، نص في نص بربع، يبقى دي سين أس ربع، ودي سين أس نص في نص في نص بتمن. يبقى تمام يا أستاذ، أنا لما هاجي أقسم هيكون جذر، هقسم اللي جوه السين لأن دي عليها جذر دي عليها جذر زيها، 4 سين على سين زائد جذر سين على سين أس 2. ما هو أنا هقسم جوه الجذر ده سين، الجذر التربيعي لسين هدخل جواه سين ماشي، والجذر الجذر هدخل جواه سين أس 2. ليه؟ عشان سين أس 2 هتشيل الجذر هيتبقى لك جذر سين، وجذر الجذر الجذر هدخل جواه سين أس 4. ليه؟ عشان الجذر ده هيبقى هنا أس 2، عشان نشيل الجذر ده يتبقى في الآخر جذر سين. يبقى هنا يا أستاذ زائد جذر سين على سين أس 4، وهنا 8 على جذر سين على جذر سين. تعال نصفي، الأولانية طلعت جذر 4 زائد جذر 1 ع سين زائد جذر 1 ع سين تكعيب على 8. تعال نشيل السين ونحط ما لا نهاية، واحد عمل نهاية بصفر، واحد عمل نهاية بصفر، بقى فوق جذر 4 وتحت 8، جذر ال 4 2 ودي 8، يبقى الناتج بعد الاختصار بربع. وفي ناس يا شباب بيجيبوها بمجرد النظر، بيعملوا ايه؟ بيشوفوا اكبر سين في المقام اللي هي جذر سين قدامها 8، ودي جذر 4 سين، خلاص يبقى جذر 4 على 8 ده الناتج. لو كان الالف اكتر من الباء، يعني السين اللي فوق اسها اكبر من السين اللي تحت، يبقى الناتج مباشر بما لا نهاية. كان في ثلاث حالات، امتى بيطلع ناتج، امتى بيطلع ما لا نهاية، امتى بيطلع صفر. الحالة دي بيطلع على طول ما لا نهاية لان أس البسط اكبر من أس المقام. اذا كان ألف اصغر من باء وباء اصغر من الصفر، يعني هما الاتنين بالسالب، لما انا عرفت ان دول بالسالب مش هنقلب القيم، هنقلب القيم. يعني مثلا تخيل ان دي كانت بسالب 2 ودي بسالب 1، كلهم اقل من الصفر بس الب اكتر من الالف. تعال نحط النواتج دي كده، بقت يا استاذ سين اس سالب 2 على سين اس سالب 1، ده دي معناها سين على سين اس 2 يعني 1 ع سين، يعني النتيجه بصفر لما نبدل السين ونحط ما لا نهاية. آخر سؤال، آخر سؤال بيقول لو كانت دالة سين كثيرة حدود من الدرجة الثالثة ور سين كثيرة حدود من الدرجة الخامسة، فإن النهاية دي بكام؟ قلنا له يا أستاذ حضرتك أنت قلت إن دي من الدرجة الخامسة، يعني أكبر سين فيها أس 5، ودي من الدرجة الثالثة يعني أكبر سين فيها أس 3. مش في حالة الضرب بجمع السينات؟ بقت أكبر سين هنا سين أس كام؟ 5. الأس اللي فوق زيه اللي تحت؟ أيوة. يبقى الناتج عدد حقيقي ومش هيكون صفر، لا يساوي
صفر. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.